برحب فيكم أعزائي المشاهدين، وطبق الحلو اليوم حيبقى كتير مميز. هنعمل كب كيك الشوكولاتة، عليها طبقة من المرنج المحمص. نشوف مع بعض المقادير. كب كيك الشوكولاتة المحمص: خليط الكيك، كوب دقيق، ربع كوب بودرة كاكاو سادة، 2 ملعقة كبيرة بودرة كاكاو سادة، ملعقة كبيرة قهوة سريعة التجهيز، نصف ملعقة صغيرة قرفة، 3/4 ملعقة صغيرة بيكنج باودر، 3/4 ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا، نصف ملعقة صغيرة ملح، كوب سكر، بيضة، ملعقة صغيرة فانيليا سائلة، نصف كوب حليب، ربع كوب زيت ذرة، نصف كوب ماء مغلي. الطبقة العلوية: 2 حبة كبيرة بياض البيض، نصف كوب سكر ناعم الحبيبات، ربع ملعقة صغيرة كريم التارتار، وملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. أعزائي المشاهدين، الكب كيك اللي حنعمله اليوم كتير لطيف وسهل، وما بحتاج منك أي مجهود، وفرصة للأطفال يساعدوا ماما في هالوصفة. أنا حعملها بشكل كتير بسيط. نبتدي في الأول نسخن الفرن على درجة حرارة 180 ونجهز القوالب. طبعا قوالب الكب كيك على حسب ما بتشوفوا في السوق اشكال والوان اصبحت، ولكن انا بدي هالوصفه نستعمل فيها الكب كيك اللي هو المقاس الكبير. حوزع اوراق الكب كيك بهالطريقه، نحاول يكون عندنا تشكيله من الوان على اساس يمكن الاطفال يحبوا كل واحد هيك ياخذ لون مميز على حسب ما بيرغبوا، فبعطي مجال هيك للتلوين. ناخذ واحده صفرة كمان وهون واحده صفرة، يبقى عندنا هيك اربع الوان. هخلي هدول جنبي. اهم خطوه اني امشي بالتسلسل في هذه الكيكه عشان ما اتغلب في نص الطريق والاقي عندي مشاكل. القالب جاهز، هخليه على جنب وابتدي اجهز الكيكه. احنا اليوم الكيكه هذه حنعملها سريعه، ايش رايكم نعملها من غير خلاط؟ هستعمل فقط المضرب الشبك، مضرب الشبك الستيل هذا موجود عندي. شو رأيكم نعمل تغيير شوي؟ بس طبقة المرنج هتحتاج خلاط، فأنا حريحكم في مرحلة ما. هجهز هالمكونات الموجودة عندي هون، هقسمها إلى جزئين. الجزء الأول مقدار المواد الجافة، عندي 1 كوب من الطحين، مش هحتاج حتى أنخل على فكرة كل مكونات مع بعض. عندي 2 ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو السادة، وإذا أخذتوا بالكم وأنا بقرأ المقادير قلنا 2 ملعقة كبيرة بودرة الكاكاو السادة وربع كوب كمان عشان يزبط المقدار مع بعض، فأرجو أنكم تلتزموا وأرجو أنكم تستعملوا بودرة الكاكاو السادة مش اللي بتبقى مخلوطة لمشروب، يعني هذيك بيبقى فيها سكر، فلا أنا أقصد بودرة الكاكاو السادة. عندي قهوة سريعة التجهيز، شوية قرفة، حطيتي طعم خطير، ممكن تستغنوا عنها ولكن بدي اياكم تجربوها بالقرفة. وعندي هلا البيكنج باودر والبيكربونات والملح، نحتاج الملح طبعا. هذه المواد الرافعة مهمة جدا احنا نلتزم بالمقادير فيها، ارجو انكم ما تغيروا فيها ابدا اي شيء. ونستعمل الملعقة الممسوحة لتحديد الكميات بدقة شديدة، وخصوصا مع هيك كيكات، لانه هذه هتشوفوا بالاخر بتبقى كتير هشة ولطيفة، فححتاج 3/4 ملعقة صغيرة بحطهم بإيدي، ممكن أمسكهم بإيدي عشان تبقى سهلة علي تحديد الكميات. أنا بحب دائما أختار المعلقتين اللي حشتغل فيهم يكونوا سهلة أني أشتغل فيهم. يبقى 3/4، يبقى الربع والنص من البيكنج باودر، ونفس الطريقة عندي هون النص والربع من بيكربونات الصودا. نكون كتير دقيقين أرجوكم زي ما قلنا، ونص ملعقة صغيرة من الملح. يبقى هالمكونات جاهزة جنبي. نصف كوب، لا هذا نصف كوب تاع التوبينج اللي هي التغطية، لا أنا هون ححط 1 كوب من السكر. هالمكونات هلأ جاهزة، مجرد أني ححركها في المضرب بهالطريقة. هخليها على جنب وباخذ نجم الكب تاني، ممكن أخذ هذا الكب وأحط فيه بيضة. هحتاج بيضة واحدة فقط لهالوصفة، هحط بيضة، هحط الفانيليا حوالي معلقة صغيرة من الفانيليا، وعندي نصف كوب من الحليب. لحظة، نحط كل المواد السائلة مع بعض والمواد الجافة حطيناها مع بعض،
وعندي ربع كوب من زيت الذرة. هخليهم هيك على جنب وابتدي مجرد بس بالمضرب على خفيف بس اخلط البيضة هيك مع هالخلطة بكليتها. هوزع هالخليط هذا على الخليط المواد الجافة، وبعد هيك بحتاج انا عم بسخن هون مي، بحتاج نصف كوب من الماء المغلي. ارجو انكم تكونوا حريصين على حكاية الماء المغلي هذه لانه فعلا كتير مهمة عندي. يبقى عندي نصف كوب من الماء المغلي، هضيفها هلا على الخليط وانا بقلب. هلا بس مجرد بالمضرب الشبك زي ما عم بتشوفوا ببتدي احرك لغاية ما كل هالخلطة هاي تختلط مع بعضها. ما بتحتاج ابدا منك اي مجهود، وممكن الاطفال يساعدوا ماما او حتى الشباب. ليش ما نقول الشباب دايما يساعدوا ماما؟ ممكن الشباب يقدروا يشتغلوا مع ماما بهيك شغلة. اسأل الام تجهز المكونات والشباب يقدروا يخلطوها في منتهى السهولة. بس اتأكد انه اختلطت مع بعضها. وزي ما اتفقنا احنا مجهزين القوالب تبقى جاهزة جنبي. ممكن نحتاج معلقة صغيرة او ممكن ناخد هيك زي سباتولا صغيرة، وابتدي اوزع الكيك على القوالب. هذا المقدار حيعطيني 12 قالب او 12 كب، فارجوكم انكم ما تكونوا قلقانين وتشتغلوا في منتهى الثقة، لانه هاي الوصفة مدروسة ومجربة فما تقلقوا خالص. مجرد انكم تقسموها على 12 قالب بهالطريقة. يبقى بنكمل هالتقسيم. ممكن تعمليها في كب كيك صغير اذا حبيتوا. ريحة القرفة على فكرة كتير لطيفة في هيك الصوصة مع الشوكولات، بتبقى كتير رائعة. يبقى نوزعناها على ال 12 كب وبدخلها الفرن. اوكي بكمل هلا لو عندي اي نقص هيك لغاية ما تتأكد كل المقدار عندي اتوزع. بدخلها الفرن على درجة حرارة 180، بتاخذ من 20 ل 25 دقيقة لغاية ما تنتفخ عندي. انا حورجيكم بس واحدة او اثنين هيك كيف بيبقى شكلهم لما يستووا. اذا حبيتوا تقدموهم بهالشكل شكلهم كتير رائع ولذيذ وطعمهم بجنن. احنا هلا عنا خطوة تانية لتغطية الكب كيك بالميرنج. خلينا نشوف بعد ما ننظف هالمكان هيك ننظف، ونشوف بعد هيك طريقة عمل التغطية. أعزائي المشاهدين، هلأ بدنا نعمل التغطية بعد ما خبزنا الكب كيك. بسيبه يبرد تماما وبجهز التغطية. عبارة عن نوع من المرنج ولكن حطبخه على النار عشان يبقى طعمه كتير طيب. ففي وعاء الخلاط هحتاج أحط 2 من بياض البيض، ونتأكد انه بياض البيض عندي نظيف جدا، ما يكون في اي نوع من الصفار. طبعا عشان احصل على ميرنج هش لازم اكون حريصة على هذا الموضوع. الصفار ممكن استفيد منه في اي وصفة اخرى. يبقى عندي 2 من بياض البيض بهالطريقة، وحضيف عليهم نصف كوب من السكر، وححتاج ربع ملعقة صغيرة من بودرة كريمة التارتار. كتير بيجيني أسئلة واستفسارات عن كريمة التارتار. يا جماعة بتبقى موجودة في قسم وين البيكنج باودر والبيكربونات الصودا، بتلاقوها في عدة أشكال وعدة ماركات. هي بتبقى بودرة بيضة زي ما شفتوا قبل شوي أنا كيف عم بستعملها، بتبقى بودرة بيضة بالشكل هذا، بتعمل على تماسك بياض البيض أثناء الخفاء، وكتير حساسة فنلتزم بالمقدار اللي مذكور دائما. هلا حروح هاخد اول اشي مضرب، تسمحوا لي هاخد مضرب واروح. انا هون مجهزة مي سخنة، خلي بالكم مش مي مغلية، مي سخنة، وححط طبق الخلاط في داخل المي السخنة واحرك شوي. انا ما بدي اخفق كتير هون، انا مجرد تحريك عشان بدي بياض البيض يسخن والسكر يدوب عندي شوي. بعد هيك لما بخفق الميرنج بيبقى متماسك وبنفس الوقت بيبقى طعمه كتير لذيذ.
في قصة في البلاد وانت بتكلي بتحسي انه السكر عم بقرش تحت اسنانك، فهذا طبعا يعتبر عيب في الشغل. فاحنا اذا استعملنا هذه الطريقة بتقدري تحصلي على بلاند كتير ناعم ودايب في اثناء الاكل. اتأكد اني انا مش عم بخفق، ما في داعي تبذلوا مجهود، مجرد تقليب فقط. لو سبت البيض هيك لحاله مع ارتفاع درجة الحرارة هصير عندي بيض مسلوق، فانتبهوا للملاحظة هاي. انا هيك البيض عندي صار دافي والسكر عندي داب، وبنفس الوقت الحجم ما تغير على فكرة. لاحظوا اذا الكاميرا عم بتوضح معنا البياض، البيض ما زال سائل بنفس القوام اللي موجود فيه. هلا حودي لطبق الخلاط وعم بستعمل مضرب الشبك وابتدي اخفق هالخليط لغاية ما يصير عندي ابيض وهش. هلا بلاحظ انه المرنج تماسك عندي، لاحظوا بالكثافة هاي. وزي ما قلنا عنا الكب كيك بارد وجاهز، ببتدي هلا اوزع الكب كيك او اغطي الكب كيك بالكريمة بهالشكل. كتير بسيطة الفكرة، مش هتحتاج منكم اي مجهود، مجرد بس يعني نحط كمية وفيرة عشان فعلا طعمه كتير لذيذ. لاحظوا انا بملاها بهذه الطريقة. ممكن تستعملوا الكيس القمع والتزيين، ولكن كتير الفكرة هاي اسهل لكم وابسط لكم. لاحظوا كيف مجرد بعملها على شكل خطوط بهالطريقة، كتير بسيط عالي وشكلها كتير طعمها هيبقى كتير لذيذ على فكرة. نعمل واحدة كمان. شفتوا الفرق ما بين الاثنين، بس بدي اياكم تتخيلوا قديش بنحط احنا كمية الكريمة، تبقى فعلا عالية. وهي مش كريمة زي ما بدي تفتكروا انها دسمة، هي مجرد بياض بيض و مخفوق، ففي كمية كبيرة من الهواء. بنعليها بهالطريقة على حسب الرغبة، وبنرجع بنقول دائما الأطفال أو الصبايا حلو يساعدوا ماما بهالمرحلة بهالطريقة هاي. بعد هيك بدخلها الفرن، وأرجو إنكم تكونوا منتبهين للملاحظة اللي حذكرها بخصوص الفرن. أنا هون هحتاج مش أخبز الكب كيك، اوريدي هو مخبوز والميرنج مطبوخ زي ما شفتوا طبخناه قبل ما نخفقه. انا بحتاج اني احمره ياخذ لون ذهبي حلو، وبنفس الوقت يتحمص بصير طعمه كتير طيب. فبحتاج درجة فرن مرتفعة جدا، يعني 240 اعلى درجة موجودة عندك، ولثواني بسيطة، يمكن ياخذ دقيقتين او ثلاثة بالكتير. هحطهم بالصينية، واحاول ما بحطهم بالصينية يكونوا بعاد عن بعض. انا عندي هلا مجموعة بالفرن، خليني اطلعها عشان تشوفوا فعلا كمان كيف بيبقى شكلهم في الصينية. وهذه من الملاحظات اللي كتير مهمة عشان يصير في مجال انهم يتحمسوا كليتهم بنفس الشكل. ما بدي يغمقوا، مجرد هالتحليصة الخفيفة عم تعطيه طعم، وبنفس الوقت عم بصير الميرنج من برا يقرقش هيك، ويعني بيبقى شكله ولونه وطعمه وريحته كتير كتير شهي زي ما شفتوا الكميه. وبتلاحظوا شوي انه يتضاعف، مش يتضاعف، بينفش شوي عن الكميه اللي بتحطوها في الاول. فاكون عامله حسابي حتى اذا كنت انا بدي احطها في طبق او ستاند الكب كيك، اكون عارفه القياس اللي بدي اشتغل فيه. يبقى الكب كيك عندي هلا جاهز بهالطريقه، وخلينا نشوف مع بعض طريقه تقديم زي ما سميته انا كب كيك الشوكولاته بالمرق المحمص. نشوف مع بعض طريقه تقديمه. ستاند الكب كيك على فكرة كتير بيبقى لطيف لتقديم هيك أفكار. هخليهم بالطريقة هاي، والفكرة هذه مناسبة لأي تقديم حابة تعمليه، لعيد ميلاد أطفال، لعصرية، في البيت أفراد الأسرة يستمتعوا بهيك وجبة. إن شاء الله تكون عجبتكم وتستمتعوا فيها وتتلذذوا بطعم الشوكولات. حتلاقوه فعلا طعمه مميز، خليط ما بين الأبيض والأسود. جربوها وأتمنى أنكم تنبسطوا بهالطعم. مكونات الجافة مع بعضها،
خلطنا المكونات السائلة وقلبناهم مع بعض وخفقنا لمدة دقيقتين. وزعنا خليط الكيك في القوالب وخبزناه. خليط الميرانج حطينا بياض البيض مع السكر وكريم التارتار، سخناه على حمام ماء دافئ وبعد هيك خفقناه. وزعناه على كب كيك البارد ودخلناه لدقائق بسيطة في فرن مرتفع درجة الحرارة ليتحمص.